طيب يعني رد فعل الطفل نفسه اكيد بيكون مبسوط ان هو يشوف جدا رسمته جدا وحاجه هو جدا لابسها، واكيد بيديله كمان ثقه في نفسه. الاهالي بقى نفسهم كان رد فعلهم ايه لما شافوا اولادهم مصممين حاجه واتنفذت؟ اولا عجبتهم الرسومات، بداوا يبصوا للرسمه اللي هي الورقه اللي كانوا بيرموها او بيحطوها على المكتب، بداوا يبصوا للرسومات بمنظور تاني، شافوها بسكيل كبير، شافوها متنفذه، شافوها بالوان حلوه، حسوا ان لا انا ابني ده شاطر، بيشوفوا اعمالهم كمان لما بحطها على الفيسبوك بيشوفوا شغلهم، بيفرحوا جدا بولادهم. في امهات جم قالوا لي انا عايزه اصمم لابني رسمه ده اعمله لي فستان. الله، فدي بقى اللي كانت جميله جدا، دي حلوه. ليها هي ليها هي تلبسها حلوه جدا كمان. طب ايه اللي ممكن يخلي الاطفال ما عندهمش ثقه في رسوماتهم، رغم ممكن يكون طفل عنده موهبه لكن دايما لما يجي يرسم ما يبقاش عنده ثقه ان الرسمه دي حلوه؟ بالظبط، التعنيف، ان انا اقول له لا غلط، اوعى تغلط، لا ده مش حلو، ان انا ما بيترسمش كده، لا كل لما يجي يعمل حاجه اروح انا ماسكه منه الفرشه. ما هي دي المشكله، ان انا لا انا اهم حاجه انا دايما في اول مره الطفل بيجي لي لازم اسيبه هو يبدع علشان انا اتعرف عليه، صح، وهو يعرف ان انا مش هقول له انت غلطان، ما يخافش مني. هو لو حبني وحس بالراحه معايا هيبدا يطلع كل اللي جواه، وده اللي انا عايزاه. اول حاجه بقولها له مفيش مشكلة أنا عايزاك تعمل كذا، أنا بشتغل الأول قدامه وبعدين بخليه هو يشتغل بعدية. تاني حاجة بقولها له دايما أأكد عليه، افرض اللوحة باظت، ما تبوظ، إيه المشكلة؟ فدايما أقول له الجملة دي، خليها تبوظ يا سيدي، إيه المشكلة؟ تعال نحط عليها طبقة تانية، تعال ننشفها ونحط عليها طبقة تانية، هي ما اسمهاش باظت، إحنا بنجرب لحد ما نتعلم، لحد ما هو يطلع من عندي طالع بلوحة هو راضي عنها. بس برضو بحس انه على العكس، يعني مثلا في اهالي او ناس اللي هو لو ابنها شخبط اي شخبطه ايه ده واو فظيع وبتاع يعني انا فاهمه ان انت تديله سبورت وكل حاجه، بس في نفس الوقت يعني ما هو ما عملش حاجه، ما ممكن يطلع برضو ان هو فاكر زياده يعني. بالظبط، فهي دي بقى يعني دي مشكله كتير قوي بنصادفها احنا كاساتذه يعني في الكليات، ان في اسس ومبادئ معينه في الرسم وفي التلوين. احنا بنكون يعني من خلال شغلنا مع الاطفال ومع الكبار لازم ننفذها واحده واحده، يعني واحده واحده كده. في اطفال كتيره جدا بتجيلنا برسومات حلوه بس هي مش ماشيه مع اسس التصميم الصح، ماشيه بدون دراسه، محتاج هو الطفل عنده موهبه بس هو ناقصه الدراسه. وده فعلا اللي بيخلي فعلا في ناس كتيره جدا في الكليات الفنيه مش بتنجح في امتحانات القدرات، لان هي فاكره نفسها ان هي موهوبه وانا برسم كويس بس انا دخلت الامتحان ما نجحتش فيه. ليه؟ لان انت لسه انت ما درستش، او انت واخد الموضوع بطريقه معينه، شفت حد بيرسم بطريقه معينه، لان الفن في الاخر هو مش صنعه. انا مش ان انا ارسم شخص فيبقى شخص بالظبط، هو مش صنعه، هو رؤيه وتكنيك وشخصيه في اللوحه وطريقه مختلفه عن اي حد تاني، انا اللي بطلعها جوه اللوحه.